سي بور سا كو انا ما هضرتش عليه باش يعيش الطفوله ديالو كيما كاع الاطفال ديال المغرب وما يقولهمش باننا با نجم ولا شي حاجه. واحترمت يعني الشروط ديال الام ديالو اللي ما كانتش باغات ما بغاتش الولد ديالها يبان في الميديا وهادشي هذا. وانا ما يعني ما قلتلهاش لا الولد ما داش بوحدي يعني كيعيش مع امه. وكيجي للمغرب كنجيبو للمغرب في الصيف حيت كيكون تكون عندي لاكارد انا بانني انا اللي غادي نكارد الدري كنجيبو في الصيف. وان شاء الله هذا موضوع طويل ان شاء الله تنجي عندكم لا ريداكسيون حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.